أعلن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج أن فرق الوزارة بصدد قطع بعض خطوط المياه في الشبكة العامة وعزل الشبكة الموجودة في منطقة بيان لربط الخطوط الجديدة، وذلك بدءا من الساعة 8 ليلا من يوم غد الجمعة إلى الساعة 10 من صباح يوم بعد غد السبت. عملية القطع راح تكون يوم الجمعة إن شاء الله، راح يكون من الساعة 8 مساء لمدة 14 ساعة إلى الساعة 10، وراح يكون المناطق التي تتأثر منطقة بيان قطعة 7 وقطعة 8 وقطعة 9 وقطعة 10 وقطعة 11 وقطعة 12 وقطعة 13، راح تتأثر هذه المناطق القطع السكنية في منطقة بيان. الحقيقة يعني عادة في مثل هذه الحالات دولة الكويت دائما موجودة، والمساكن اللي موجودة في عندهم خزانات على منازلهم الموجودة. احنا دائما في مثل هذه الحالات اللي يصير فيها القطع او الحالات الاضطرارية ان يتم الاستفادة من هذا المخزون الماء اللي موجود في المنازل. الحقيقة نوصي للمستهلكين الموجودين بالتأكد من التمديدات المائية اللي موجودة الداخلية اللي موجودة في شبكتهم، اغلاق اي تسرب موجود حتى يتم الاستفادة من المخزون اللي موجود فوق المنازل.